بعدنا إذن مكملين حديثنا عن الطب البديل. في الفاصل ما قبل هذا الفاصل تحدثنا عن العلاج بالحجامة والإبر الصينية، وهلأ رح نحكي عن العلاج بالأعشاب. لما حضرتك تكون عيان هتروح لدكتور يعالجك بالأدوية والحقن وكده، ولا تلجأ للطب البديل؟ الطب البديل ان انا بستخدم وسائل تانية غير الوسائل اللي هي العمليات الجراحية والحاجات التانية الخطيرة، ان انا احاول اعالج حالات بطرق امنة شوية او طرق سهلة في العلاج. الطب البديل كان مذكور في القرآن، وعندي انواع من الطب البديل، يعني اعرف ان في حاجات زي الحجامة والتمارين، وان هي الحاجات اللي انا ممكن اقدر استغنى بيها عن مثلا عن الطب البشري. الطب البديل ده اللي هو الاسعافات الاوليه وكده، اللي هو الاعشاب والحاجات اللي احنا نعرفها. اللي اعرفه ان هو الطب القديم تقريبا ايام النبي، او مش عارف ايام الفراعنه، اعشاب. علاج بديل طبيعي من الاعشاب والمواد الطبيعيه، مفيش لا كيماويات ولا في مشاكل. انا عارف ان انا بستخدم البردقوش والحاجات دي للقولون، للامساك، البنات عندي عصر الطمس، حاجات زي كده يعني. الطب البديل ان اعرف زرع اسمه البردقوش، ده بيتعسر بتعمل ادويه بالصدر بره. طيب هو الطب البديل ده مفيد في ايه؟ هو الطب البديل مفيد جدا ان هو بيعالج امراض كتيره خطيره، يعني مثلا زي الحجامه. مثلا لو هنتكلم عن الحجامه، الحجامه ممكن تعالج مثلا الهيباتايتس، التهاب الكبدي، ممكن تعالج تسمم الدم. كمان برضو عندنا بتحاول تجنبنا اللي هي الكيميكالز او الادويه اللي ممكن بعد كده تعمل سايد افكتس على السيستمز اللي في الجسم، وبعد كده بتعمل مشاكل. انا في رايي انا ما بقيتش طبعا فكره الطب البديل. الاصابات مثلا بتاعت ملاعب الكوره والحاجات دي كلها انا شايف ان هو طبعا فعال فيها، اما بالنسبه للاعشاب والحاجات دي فانا نفسي ما بقتنعش بيها. لا طبعا الطب البديل مفيد احسن من الادويه. الكلام ده احنا سمعناه من اهالينا زمان، زي الحجامه والكلام ده، بس الله اعلم. الطب البديل مفيد اكتر من الطب العادي، يعني بالعلاج الكيماوي والحاجات دي. في يعني مثلا ايه زي عطارين وبيعملوا بعض الوصفات المشبوهه اللي بتسبب يعني ضرر كتير للناس. بالتاكيد طبعا بيكون فيه. الطب مدارس، وفعلا في مدرسه بتلجأ لانواع بديله من الطب، لكن هو العلاج بالبردقوش والحجامه يعتبروا من الطب البديل؟